مرحبا بكم في قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب. الحياة رحلة مستمرة من التعلم، وهذا ما يوصلنا إلى مجتمع معرفي ريادي. ولكننا في وزارة التربية والتعليم لا نقتصر على نشر المعرفة فحسب، بل نهتم بجوانب متعددة، لعل من أبرزها غرس القيم الإنسانية وتحفيز الابتكار والإبداع، إضافة إلى التفاعل مع مجتمعنا المحلي ومحيطنا العالمي. وينعكس ذلك بوضوح على صفحتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينها هذه القناة، حيث نركز على عدة محاور، منها مبادرات الوزارة ومشاركاتها في الفعاليات والأنشطة والمؤتمرات والمعارض على المستويين الوطني والدولي، والتي تساهم في ترسيخ حضور الدولة وريادتها في شتى المجالات والمؤشرات العالمية. كما نقوم بعقد الندوات والجلسات الافتراضية حول مواضيع متنوعة مثل الأبحاث والعلوم والثقافة وغيرها، إلى جانب محتوى توعوي يثري أفكار الجمهور بكل فئاته، مع تسليط الضوء على مشاركات الطلبة والكادر التربوي في مختلف المحافل ذات الاختصاص، فضلاً عن تفاعلنا مع الأحداث والمناسبات الوطنية والدولية. وكذلك تتنوع الخدمات الإلكترونية والمنصات الذكية التي نقدمها للأفراد والمؤسسات بما يواكب متطلبات المجتمع بكافة فئاته. وهذه مجرد أمثلة على ما تعنى بها وزارة التربية والتعليم. كل ذلك تجده عبر قنواتنا الرقمية. ما عليك إلا متابعتنا لتكون دائماً على علم بآخر مستجداتنا. نتمنى لكم متابعة طيبة.